اهلا بيكم كل مشاهدي اليوم السابع تلفزيون اليوم السابع، وهنتابع مع حضراتكم تفاصيل الاعتداء على ابنة الكابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر. من شوية استمعت النيابة العامة بمدينة 6 اكتوبر لأقوال فرد الأمن المتهم بالاعتداء على شدوى ابنة عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، هي واثنين من أصدقائها بالضرب والسب وأحداث تلفيات بسيارتهم بمدينة الشيخ زايد بكومباوند سكني زي ما واضح قدام حضراتكم. فرد الأمن نفى في التحقيقات اعتداءه على شدوى أو على أصدقائها. بسؤاله من وكيل النيابة أكد أنه كان بينفذ تعليمات إدارة المكان اللي شغال فيه بعدم ركن السيارات في مكان غير مخصص لها، وهو السبب اللي عمل حالة من الشد والجذب بين فرد الأمن وبين شدوى وأصدقائها. فرد الأمن قدام وكيل النيابة اتهم شدوى وأصدقائها بالإساءة ليه وسبه وقذفه بسبب قيامه بمهام عمله، ده حسب الكلام اللي قاله قدام جهات التحقيق. المتهم اللي بيعمل فرد أمن قال إن ابنة الكابتن عصام الحضري مدرب حراس المنتخب الوطني جرحت كرامتي بألفاظ خدشة للحياة، وصديقها اعتدى عليه بالضرب. فرد الأمن كمان قال في التحقيقات إن الأمر تطور إلى حد التشابك بالأيدي. بينه وبين أصدقاء شدوى، وهو كان بيدافع عن نفسه طبعا بعد ما تم التعرض ليه بالإهانة من جانب شدوى وأصدقائها. جهات التحقيق أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لبيان تفصيل ما حدث، كمان طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية لاستكمال التحقيقات. شدوى قالت في التحقيقات أيضا إنها ركنت هي وأصدقائها عربياتهم بالقرب من كافيه داخل الكومباوند السكن، وفجأة بفرد الأمن الخاص بيمنعهم من الركن بالمكان، فنشبت ما بينهم المشادة الكلامية لرغبتهم في ركن عربيتهم، وده لأنهم كانوا داخلين الكافيه وهو عارف إن هم هيتأخروا وعارف إن المدير بتاعه ممكن يعاقبه إن هو سمح ليهم بركن العربيات في مكان غير مخصص ليهم، وأصر فرد الأمن على عدم الركن في المكان إلا وإنهم تعدوا عليه بالسب والقذف والإهانة زي ما قال في التحقيقات، واتهمهم بسب وإهانته داخل المكان. أضافت كمان شدوى أن المتهم بدأ في الاعتداء عليهم بالضرب والسب، وأصاب صديق ليها بجرح وتم نقله لمستشفى الشيخ زايد لتلقي العلاج، وطلبت من صديقتها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وعقب ضبط المتهم ومواجهته بالاتهام المنسوب ليه. قال أنه ما يقصدش الاعتداء عليهم، وانه حاول في بداية الامر اقناعهم بعدم ركن العربيات في المكان لان عنده تعليمات بمنع ركن العربيات في المكان ده حتى تطور الامن للمشدة واصابة احد اصدقاء شدوى الحضري بجرح اللي اتنقل على اثرها للمستشفى. فرد الأمن
متأكد ان هو كان بيدافع عن نفسه بعد ما حد من صديقاتها اعتدى عليه بالضرب والإهانة، وقال قدام النيابة: انا كنت بحفظ كرامتي قدام زمايلي وقدام العاملين في المكان، ولم اقصد إهانة حد او تحطيم سيارة حد. البداية كانت لما مباحث الجيزة تلقت بلاغ ان فرد امن في كومباوند ساكن بمدينة الشيخ زايد اعتدى على ابنة الكابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب، وكانوا في طريقهم للسهر في احد الكافيهات في الكومباوند. شكرا لكل مشاهدي اليوم السابع من كل مكان، ومستمرين في التغطيات الإخبارية مع حضراتكم لحظة بلحظة. النيابة كمان أمرت بتفريغ الكاميرات واستجواب عدد من شهود العيان اللي متواجدين في محيط المكان علشان يعرفوا التفاصيل الكاملة بعد سماع أقوال شدوى وأصدقائها وفرد الأمن المتواجد واللي كان سبب في المشكلة اللي حصل. فرد الامن اللي اكد قدام جهات تحقيق ان هو كان بيحافظ على كرامته مش اكتر من كده، وغير كان قاصد بالمرة التعدى عليهم تماما، وده كان لايف جديد من تلفزيون اليوم السابع، وهنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة تفاصيل الاعتداء على ابنة الكابتن عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر. شكرا لكل مشاهدينا، ومستمرين في التغطيات الاخبارية مع حضراتكم لحظة ملاحظة.